قد يتفضل اعتصام هذه السيدة الإمام بصفتكم قياديا في قوى إعلان الحرية والتغيير. الكثير من المتابعين يرون أنها أفقدت قوى الحرية والتغيير كرت الضغط الأساسي على المجلس العسكري الذي كان يراهن عليه. هل تتفق معي أولا أن قضية الاعتصام هذه كانت كرت الضغط الأساسي على المجلس العسكري؟ أبدا، بالعكس، ما ظهر يوم 30 يونيو أكد أن كرت الضغط الموجود المستمر والتعبئة الشعبية ضد الدكتاتورية وضد التسلط. ولذلك الذي حدث يوم 30 يونيو من تعبير شعبي كان أكبر من التعبير الشعبي في الاعتصام. أنا أعتقد كما قلت، أولا فضل الاعتصام بالقوة بالطريقة التي تمت، خلقت من الثورة والاعتصام نفسه أيقونة شعبية مستمرة ترفض باستمرار التسلط السياسي. وما حدث بعد ذلك هو أن الآن صار هناك ما يمكن أن نسميه تفويج ثوري شعبي عام، يمكن في أي لحظة أن ينهض في مواجهة كل أنواع التسلط. ولذلك إذا كان الكرت الموجود يومئذ هو كرت الاعتصام، الآن الكرت جعل الاعتصام في كل السودان، ومستعد إذا لزم الأمر أن يعبر هذا الموقف عن نفسه إذا كان هناك تسلط.